السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض البلد. أعلن النائب دكتور مصطفى الحمارني المنسق العام للمبادرة النيابية وبصورة مفاجئة أن المبادرة ستتقدم برئيس جديد لجلالة الملك، مع الإبقاء على وزراء من الحكومة الحالية ممن تعاملوا معها في أول دورة عادية قادمة، واصفا من خلال تصريحات إعلامية أن العلاقة مع الحكومة وصلت إلى حالة من الطلاق على أرضية خلافات في عدم تنفيذ واحترام رئيس الوزراء ووزراء الحكومة المخطط الذي تم الاتفاق عليه ضمن برنامج زمني، إضافة إلى تغيب وزراء عن لقاءات المبادرة دون عذر وعدم تقديم حلول لمشكلات تم الاتفاق معهم على حلها. ما حدث وصفه الكاتب والمحلل السياسي بسام بدرين في مقالته بالقدس العربي تحت عنوان اسطوانة لا توجد مخصصات في وجه حقوق أبناء الأردنيات واستدعاء متجدد لمخاوف الوطن البديل بالتزامن مع تصدع في أداء الطاقم الوزاري. المهم أن المبادرة التي اقترب عدد أعضاؤها من 40 نائبا بدأت في الأزمة الأخيرة مع الحكومة موحدة وتعبر عن جسم سياسي لديه رؤية وبرنامج عمل واضح في إطار الشرعية البرلمانية. حسن النية لا يعني السماح بالعودة للنقاشات الأولية، فقد اتفق مع الحكومة سابقا على جلسات عمل مشتركة لوضع خطط تنفيذية. من هنا نناقش الليلة مستجدات التصريحات النارية للحمارني مع ضيفينا المهندس يوسف القرنة عضو المبادرة النيابية ودكتور خالد البكار عضو الائتلاف النيابي بعد الفاصل. أهلا بكم، نبدأ حوارنا الليلة وأرحب بضيفي الكريمين، كل من المهندس يوسف القرني عضو المبادرة النيابية، أهلا بك شرفتني بحضورك. أهلا أستاذ محمد. أهلا. ودكتور خالد البكار عضو الائتلاف النيابي، أهلا بك شرفتني بحضورك. يا أهلا، مساء الخير. مهندس يوسف، سأبدأ منك. حقيقة المبادرة ستتقدم برئيس وزراء جديد لجلالة الملك، مع الإبقاء على وزراء من الحكومة الحالية ممن تعاملوا معها في أول دورة عادية قادمة. تصريحات جديدة ونارية، ما الداعي لمثل هذه التصريحات؟ شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، الداعي لهذه التصريحات هو أننا منذ البداية من 10 شهور توجهنا إلى شأن جديد في الحياة البرلمانية الأردنية، عنوانه التشاركية مع الحكومة والاشتباك الإيجابي في سبيل النهضة اللي احنا بدنا اياها وكل مواطن بده اياها والنخب السياسية بده اياها لبلادنا، في العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث ان لا تكون هذه العلاقة فقط علاقة مناكفة، او هذه العلاقة تكون فقط علاقة تلقي وموالاة، لا، ان تكون هذه العلاقة مبنية على نخبة من السياسيين اللي انتخبهم الشعب الأردني يتقدموا ببرامج جادة ذات يعني مدلول واقعي لكافة المحاور اللي بتهم المصلحة العليا للدولة الأردنية والمواطن الأردني. وبالتالي احنا عملنا مؤتمرات، عملنا ورشات عمل مع الحكومة بالمناسبة، وخبراء من الحكومة وخبراء منا، صحيح، واتفقنا على أوراق عمل وما اختلفنا عليه تركناه جانبا، وهذه الأوراق العمل ما حبينا أنها تروح زي ما راح. كل المحاولات الجادة الصادقة اللي بشكر كل اللي قاموا فيها، كلنا الأردن للأجندة الوطنية، للميثاق الوطني، للجنة حوار الوطني، في النهاية ما حبينا أن يكون هذا الموضوع يمشي بس هيك يعني شعارات وتنظير، لا، بل شكلنا لجان متابعة مع الوزارة المعنية، مع لجنة من مبادرة وخبراء أيضا من القطاع الخاص، حتى نرتقي بهذه المحاور ابتداء من التعليم العام للتعليم العالي، مرورا بالشركات الصغيرة المتوسطة، إلى الزراعة، إلى السياحة، إلى كل ما يهم المصلحة العليا للدولة. هذا كل ما تم، شو الجديد؟ هذا كله تم، وانتظرنا من الحكومة، وكان في مؤتمر صحفي قبل شهرين عقدناه في قاعة فيصل فايز رحمة الله عليه في مجلس النواب، وقلنا للحكومة بالمناسبة بالاتفاق مع دولة رئيس الوزراء انه نعم للحكومة مع الحكومة شهر لتنفيذ ما اتفقنا عليه،
اللي هو لمصلحة الدولة الأردنية. احنا مش عم نحكي عفوا اتحدى ان كان احد منا تحدث مصلحة شخصية. هاي الاوراق معي امامك استاذ محمد، وهاي للشعب الاردني. هاي خلاصة اوراق قد هاي بجوز جلاسورات حوالي 20-30 جلاسور. هذه الخلاصة اللي اتفقنا مع الدولة الاردنية مع الحكومة الاردنية حاليا عليها للتنفيذ. وطلبنا بهذا المؤتمر الصحفي من الحكومة المحترمة أن تقوم بإعطائنا خط التنفيذ لما اتفقنا عليه مع برنامج زمني. هذا وين المشكلة فيه؟ يعني طيب. أنا ما بعتقد أنه فيه مشكلة. للأسف الشديد مر شهرين على هذا الحكي وإحنا ما شفنا من الحكومة إلا النظر اليسير من بعض مما اتفقنا عليه. احنا يعني أعطوكم خطة للتنفيذ وبرنامج طلبنا زمني؟ طلبنا خطة. أعطوكم هم؟ لا ما أعطونا. لا أعطوكم خطة ولا التزموا ولا برنامج زمني. فبالتالي معلش مع احترامي احنا بنقول انه آن الأوان للحكومة انها تعرف انه احنا ما بنمارس الرومانسية السياسية. بالمناسبة احنا بنحكي بواقع قاعدين، احنا عم نحكي بواقع، بنطلب قاعدين بكل بساطة من الحكومة ان كانت هذه البرامج لمحاور الدولة الأردنية المختلفة، القطاعات الاقتصادية المختلفة، القطاعات الاجتماعية السياسية. واحنا مقبلين بالمناسبة واحنا اعلنا الآن على ايضا محاور التمكين السياسي من قانون الانتخاب وقانون الأحزاب واللامركزية وقانون البلديات. هلا احنا اعلنا وبدت لجاننا تشتغل، شكلنا لجنتين استاذ محمد لهذا الموضوع. طيب. من المبادرة. فبالتالي لماذا ذلك؟ فبالتالي احنا قلنا للحكومة انه يا عمي، وارسلنا رسائل للحكومة خلال الفترة الماضية، خلال الشهرين اللي مضوا، نعم عدة مرات، يا سيدي يا حبيبي يا دولة الرئيس، أيها الإخوة الوزراء، يا أصحاب المعالي، إحنا ما بدنا إشي إلا ما اتفقنا عليه أن ننفذه إن كان به مصلحة الدولة الأردنية، وأنتم قلتم أنه به مصلحة الدولة. هذا هو شأننا ولا حياة لمن تنافي، وهذا شأننا وما عندنا. وبالمناسبة ردوا عليكم بالمناسبة خلال الشهرين ما ردوا عليكم؟ لا، هو كان في رسائل، ولا قلت لك النظر اليسير. إحنا ما بنقول أنه يعني طيب اسمح لي فهم منها فكور. بس اسمح لي تفضل، يعني أنا آسف أطلت شوي. فهم منها وكأننا نحن يعني أولا ننذر. نحن لا ننذر، هذا واحد. اثنين، فهم منها وكأنها يعني تعديات على صلاحية جلالة الملك، وهي ليست تعديات على صلاحية جلالة الملك. جلالة الملك يسبقنا بالكثير. أرجوك بالكثير أرجوك مهندس يوسف، هذا كله راح ندخل في تفصيله. اسمح لي سيدي مهندس يوسف، انت كرمت عليه، تفضل. هذا كله راح نجيب بالتفصيل، تفضل. لأنه في ما إمكانية أصلا تنفيذ هذا. انت بتحكي مش انذار، تهديد، يعني ما في اكثر ولا انذار ولا تهديد. هذا قرار، هذا قرار. وبالمناسبه طيب نزلنا خبر صحفي. طيب ان شاء الله يكون وصلك. تفضل، هاي نسخه. طيب منه انا هلا راح نشوف الخبر الصحفي قبل ما اجي ل يعني امكانيه وجديه تطبيق هذا التهديد او الوعيد او القرار اللي اتخذته المبادره. له تهديد ولا وعيد. اسمح لي يا سيدي، انا نعم. واضح. نعم. قرار. نعم. قرار المبادره. نعم. ونحكي عن امكانيه تطبيق هذا القرار اللي اتخذته المبادره. أريد أن أعرف تصورك وتصوركم في الائتلاف النيابي لتوقيت هذا الإعلان وهذا القرار الصادر من المبادرة النيابية. طيب سيدي، الله يسعد مساك ويسعد مساء أخي وزميلي الأخ يوسف. يعني في الحقيقة أولا المبادرة النيابية، وأنا كما تحدثت في حلقة سابقة، أنها مبادرة طيبة وجاءت في توقيت جيد، وكنا يعني حقيقة بانتظار مثل هكذا مبادرات تغير من الوتيرة التي نتعامل معها ضمن الاعتياد في مجلس النواب. أنا أعتقد أن حالة الشد الأخيرة اللي حصلت ما بين المبادرة النيابية وما بين الحكومة، لا أرى لا أن هناك حاجة إلى يعني مثل هذا الحجم من ردة الفعل، ولا أرى أيضا أن هناك توقيتا سليما لذلك لأكثر من سبب. دعني أولا أؤكد أن يعني زملائي وإخواني في المبادرة والذين هم أيضا أجزاء من الكتل النيابية، إن وصل الأمر لاستخدام الحق الدستوري في طرح الثقة بالحكومة أو تبديل رئيس الحكومة أو طرح بدائل لرئيس الحكومة، يعني أعتقد أن القرار سيكون من الصعب التوافق عليه في المبادرة النيابية، لأنه بالنهاية المبادرة فيها يمكن 80% من أبنائها هم أبناء كتل، ولذلك لابد من العودة إلى كتلهم حتى يتخذوا مثل هذا القرار. القضية الأخرى
يعني أنا أعتقد أنه إحنا الآن نحضر إلى دورة استثنائية، وهناك من الواضح أن هناك إرادة سياسية عليا، وهناك رغبة من جلالة الملك بإحداث ثورة تشريعية بيضاء خلال الدورة الاستثنائية نتيجة لمشاريع القوانين التي صدرت بها الإرادة الملكية، وهذه المشاريع التي غاية في الأهمية. ولذلك مهما تحدثنا عن إصلاح وتحدثنا عن تحديات اقتصادية وعن تحديات سياسية، اليوم إحنا بنتحدث عن قانون بلديات ولا مركزية، بنتحدث عن قانون استثمار، نتحدث عن قانون ضريبة الدخل، نتحدث عن قانون استقلال القضاء، وعدة قوانين حقيقة غاية في الأهمية نحن بحاجة إلى النظر فيها في الدورة الاستثنائية. من هذا المنطلق أنا أعتقد أنه الخوض في خلاف وصراع مع الحكومة ليس توقيتا مناسبا، لأن تغيير الحكومة يحتاج، وكما يعرف أخي يوسف وهو يعني الأخ والخبير في ذلك كما يعلم، أن الحكومة الجديدة اليوم يعني بحاجة إلى مش أقل من أسبوعين لتتشكل، وبعدها بدها شهر تتقدم ببرنامجها، ومن ثم بدها شهر آخر. يعني حقيقة سنكون أضعنا على أنفسنا وقت ثمين جدا للغاية علينا أن نستغله في إقرار التشريعات التي يجب أن تكون مقرة من السلطة التشريعية قبل 30/9/2014 حتى تتواءم مع الدستور. من هذا المنطلق أعتقد أننا بحاجة إلى يعني إعطاء المزيد من التعاون والهدوء في التعامل مع التشارك الحقيقي مع الحكومة. وأنا قلت حقيقة في آخر جلسة ولا زلت أؤكد من خلالكم أخي محمد، علاقتنا مع الحكومة دائما وأبدا هي علاقة صحية، ويجب أن تكون علاقة متزنة. نحن نتفق مع الحكومة أحيانا ونختلف معها أحيانا، لا اتفاقنا مع الحكومة يذوب هويتنا ولا اختلافنا معها يصل إلى حد القطيعة. نحن يعني نعمل معيا بتشاركية معينة ضمن أدوارنا الدستورية. الآن دورنا الدستوري، وكما سمعت أنا على تصريح يعني أخي مصطفى الحمارنة وأكد معالي الأخ سعد هايل، أن لا تتوفر لديهم النية في طرح الثقة بالحكومة، ولكنهم يرغبوا في وضع هذه الخيارات أمام جلالة الملك وهو صاحب القرار. يعني أنا أحترم هذه الطريقة من التعامل مع قضية ثقتي من عدم ثقتي بالحكومة، ولكني أجزم بأن التوقيت كما أسلفت لا هو تشريعيا ولا ضمن التحديات التي يمر بها الوطن. أيضا يعني علينا، أنا لست هنا مدافع عن الحكومة، ولكني أيضا يعني يجب أن أضع نفسي مكان الحكومة حتى أعرف شو ممكن أطلب ولوين ممكن أوصل معها. يعني أنا أعتقد أنه اليوم الحكومة لما يعني تعمل على مشاريع الطاقة البديلة ليلا نهارا، تعمل على تعزيز الاتفاقيات الثنائية ما بيننا وما بين إخواننا في العراق الشقيق، تعمل على التوازن في علاقاتنا بما يحفظ الاتزان بالعلاقة الصحية ما بيننا وبين أشقائنا السوريين، التوازن ما بيننا وبين الخليج العربي. هذا الجهد الكبير اللي يبذل جلالة الملك وبحاجة إلى ترجمة أيضا من الحكومة في خلق حالة التوازن عالميا. اليوم أقطاب العالم يعني روسيا اليوم وما يحدث في أوكرانيا تتحدث عن قطب، والأمريكان مع الغرب أو مع أوروبا يتحدثوا عن قطب آخر. في ظل كل يعني هذه التناقضات تجد أن جلالة الملك استطاع أن يحافظ على هذا التوازن في الدبلوماسية الأردنية. يعني أنا أعتقد أن التوقيت الآن لا يسعفنا، ولسنا بحاجة إلى خلاف ما بين السلطات، نحن بحاجة فقط إلى الجلوس على طاولة الحوار والعودة مرة أخرى إلى تحديد جداول زمنية لمطالب إخواننا في المبادرة لتنفيذ ما أمكن منه. ماشي مهندس يوسف، التوقيت عشان نخلصهم نقطة نقطة. هناك من وجد أن المبادرة النيابية ترمي هاي الجزر، جزرة الثقة وجزرة التغيير رئيس الحكومة قبل الدورة الاستثنائية، لفرض وجهة نظرها على الحكومة في عديد المواضيع قبل الدورة الاستثنائية، خصوصا أنه الآن في يعني لسه بتستنوا الدورة العادية القادمة، يعني في مدة زمنية طويلة. والدكتور خالد تحدث صراحة أنه التوقيت غير مناسب، إحنا داخلين على دورة تشريعية وبدنا علاقة إيجابية حتى نقدر نمشي ونخلص ما على مجلس النواب من مهام قبل 30/9/2014 حتى نتواءم مع الدستور. تفضل. أولا أنا أتفق في آخر جملة تفضل فيها الأستاذ خالد كمبادرة نيابية، نحن جاهزين للجلوس على الطاولة للتناقش والمناقشة وكيفية عمل خطة تنفيذية ببرنامج زمني، وهذا أعلن من خلال قناتكم المحترمة بأنه إحنا جاهزين للجلوس مع الحكومة للاتفاق على خطة تنفيذ محكمة برنامج زمني لما اتفقنا عليه من برامج. هذا واحد. اثنين، التوقيت إحنا ما طلعنا له ك يعني
انعكاساته على الاستثنائية. ليش الاستثنائية؟ كما بتعرف حضرتك وأخويا الأستاذ خالد نائب مخضرم، استثنائية محددة بجدول أعمال، نعم، بإرادة بما ورد من قوانين الإرادة الملكية السامية، وبالتالي إحنا يعني سنناقش ما ورد به وسنعدل ما ورد بما جاء في هذه الدورة الاستثنائية، وبالتالي ما فيها فيش فيها ثقة، فيش فيها طرح ثقة يعني بالاستثنائية. جميل، هذا واحد. اثنين، احنا ايضا بالنسبة للتوقيت ما بنتحدث عن مواضيع استبدال الحكومات ولا كذا، بنتحدث زي ما الاخ خالد حكى، نتحدث انه الاوراق تبعتنا، طيب يا جماعة شو وضعها، يعني شو وضعها، ما له علاقة اطلاقا بمواضيع الاستثنائية. وقال الاستثنائية قد تطول، والاستثنائية قد ايضا يصير لها استثنائية اخرى، لان يجب ان تتواءم مع التعديلات الدستورية زي ما تفضل الاخ خالد، وتتواءم ايضا مع كثير من التشريعات اللي احنا بين ايدين اللجنة الاقتصادية اللي هي لسه ضايل قانون ضريبة الدخل بالمناسبة. وبالتالي يعني احنا بحاجة ماسة نشتغل على هذا الذي جعبتنا التشريعات. طيب، انا اللي بحكي فيه، احنا اللي بنحكي فيه، احنا بكل بساطة من شان ما نعظم من مسألة الخبر الصحفي أو ما صرح فيه الدكتور مصطفى حمارنا، نعظمه سلبيا قصدي، إحنا اللي بنتحدث عنه بكل بساطة في أوراق عمل إلها علاقة بالمحاور المختلفة لمصالح الدولة الأردنية، الحكومة وافقت على مكوناتها ومحتوياتها وترى بها أن بها مصلحة للدولة. ليش الحكومة ما تقعد وتشتغل معانا؟ إحنا ما بدنا إشي، ما بدنا إشي. أقول لك إحنا بنصف على الجنب، ما إحنا خلص صفينا على الجنب، إحنا عملنا أوراق الشغل للسلطة التنفيذية مش إلنا بالمناسبة. هذا واحد. اثنين، على ذكر إحنا زي ما تفضل الأخ خالد إنه إحنا من كتل مختلفة، إحنا بين بعضنا وهذا ليس سراً، وحتى الأخ خالد عرف مننا يعني بلغناه رسمي، إنه إحنا بشكل بصدد تشكيل كتلة برلمانية رسمية اللي هي كتلة المبادرة النيابية، وهذه قربت يعني 11. وبالتالي من حقنا إنه نتحالف مع الكتل المختلفة، من حقنا إنه نفرجيهم برامجنا. وأنا بالمناسبة بحيي باسم مبادرة النيابية الإخوة ائتلاف وطن والوسط الإسلامي على إعلانهم لأنهم درسوا برامجنا وأنهم لقوا برامجنا قريبة جدا من أفكارهم، وهذا يسعدنا ويشرفنا. طيب، وأنه إحنا بصدد بالمناسبة بصدد وعملنا أول اجتماع لذلك بصدد الائتلاف للدورة البرلمانية القادمة، وليس ائتلاف مصالح، وليس ائتلاف مصالح، ائتلاف برامجي له علاقة بما يريده جلالة الملك. ائتلاف يعني بين المبادرة وائتلاف واو. نعم، هناك بحث على الطاولة. نعم، حقيقي. نعم، الآن. نعم. طيب، بس اسمح لي بس أكمل. أنا اسمح لي أستوقفك دقيقة، راح أرجع لك. تفضل. لكن اسمح لي أستوقفك دقيقة، معنا عبر الهاتف سعادة النائب هند الفايز التي لديها ما تضيفه اليوم. أم صخر رئيس عد مساكي. الله يمسيكم بالخير، يعطيكم العافية. تفضلي. طبعا حابة أسلم ومسي على الزميل خالد بكار والزميل يوسف القرنة. مساء الخير. مساء الخير ستين دلوقتي. مساء الورد. أول شيء في عندي تحفظ على أنه والله إحنا منحط برامجنا ومخططاتنا عند الحكومة من صف على جنب. مهندس يوسف، بدي ألفت نظركم أنه أهم شيء في مجلس النواب اللي هي اللجان المطبخ السياسي، وللأسف نتيجة إذعان مجلس النواب وإعطاء الشرعية للحكومة اللي استهترت في كل البرامج والتنصيات اللي وضعت على طاولتها، إنه الآن نحن في هذه اللجان اللي هي أهم من المبادرة وأهم من الكتل النيابية نعاني من عدم وجود السلطة التنفيذية والجلوس معنا ومناقشتنا ومحاورتنا. في شغلة ثانية حابة أحكيها للسيد يوسف القرنة، أنت أكدت بالمبادرة بأنه هاي لن تؤثر على الكتل النيابية، والآن عم تحكي أنه بواحد عشر حتصير مبادرة كتلة. غريب كيف أنه النواب بيحكوا بالتزامات أمام زملائهم النواب الآخرين
وبالأخير كل هاي الوعود اللي أنتوا التزمتوا فيها بعدم تفتيت الكتل النيابي وأن المبادرة لن تؤثر على هذه الكتل النيابية، نجد الآن مبادرة تغتال هذه الكتل النيابية وتعطي الشرعية للحكومة، وبالتالي الآن تتذمرون من أن الحكومة تضرب مخططاتكم وطلباتكم وتوصياتكم. عرض الحائط، نحن كمجلس نواب دور رقابي، ما نحكي من صف على جنب، منحط توصياتنا ومن صف على جنب. لو فعليا لدينا الإرادة الحقيقية، لو فعليا متماسكين، لو فعليا لم نتعرض لمبادرات تفتت هذه الكتل، كان وضعنا الحكومة عند حدها وحافظناها وراقبناها من خلال اللجان ومن خلال الكتل النيابية. لكن أنا بدي أحكي الحمد لله إنه حكومة عبد الله نصور ضربت هذه المبادرة عرض الحائط لسبب، لأنه في النهاية تكاتفنا كنواب أكبر وأهم من تكاتفنا مع الحكومة التي في النهاية لا تحترم هذا المجلس ولا تحترم لجانه ولا تحترم كتله. وشكرا. أشكرك كل الشكر سعادة النائب هند الفايز، كنت معنا عبر الهاتف. إذا عندك تعقيب أنا بترك لك المجال أن تعقب. يعني أولا أنا ما قلت بدنا نصف على جنب في الرقابة والتشريع، بقول إحنا عملنا والتنفيذ عند السلطة التنفيذية، هلا بنظلنا زي الكتل النيابية وزي الست هند نراقب تنفيذهم صح ولا مش صحيح، هذا ما بنصف على جنب. ولكن أما وقد أنهينا الدورة التوصيات وعملناها، فالآن مطلوب من السلطة التنفيذية تعمل برنامج تنفيذي. أنا بكرر نفسي وبنقول إحنا بدنا برنامج خطة تنفيذية مع برنامج زمني، هذا اللي قصد فيه بنصف على جنب التنفيذ. ها واحد. طيب هذا واحد. اثنين، بخصوص الكتل النيابية، ليش إحنا بدنا نصير كتلة؟ لسبب بسيط جدا، انه كل ما احنا جينا بدنا نتحدث في مجلس النواب في الفتره المنصرمه كانوا ينطوا الشباب الاخوه الزميلات والزملاء ويقولوا الكتله المبادره مش كتله، مش مسجله في النظام الداخلي. طيب ولا مسجله في الامانه العامه، هي ليست طيب لا اعتراض لها بان تشكل كتله، لكن قالت ان المبادره تعهدت وقالت منذ البدايه انها لن تزعزع الكتل النيابية. هذا ما صار. لا ما تعهد أبدا. لا ما تعهد. قديش عدد المبادرة راح تكون في كتلتها الأولى؟ ما بنعرف تقريبا. قديش هلا قديش عددكم اليوم؟ إحنا جهزوا حالكم. 35 راح يكونوا في كتلة مبادرة النيابية. ما بعرف، ما بقدر أقول لك 35. إحنا عم بنشتغل بين بعضنا وإن المنتج راح يكون على بداية الدورة العادية. طيب أسمع وجهة نظرك بكل ما سبق. المبادرة زعزعت الكتل النيابية وخالفت ما قالته في البداية، والمهندس يوسف ينكر ذلك. مجلس النواب هو صاحب الدور الرقابي وما بصف على جنب، وما يحدث اليوم هو أن السلطة التنفيذية ترمي بعرض الحائط مجلس النواب وحتى لا تحضر مطبخ النواب السياسي. يعني أولا محاور عم تطرح أنت، خلينا نأخذ المحور الأول فيما يتعلق بأنه الكتلة أو كتلة مبادرة ستؤثر على الكتل أم لا. بالتأكيد سيكون لها أثر سلبي على الكتل. يعني وجود كتلة جديدة أكيد، من وين بدها تجيب نواب؟ يعني من الكتل القائمة. ما دام عندي 141 نائب في مجلس النواب منضوين تحت مسميات كتل برلمانية، واليوم أنا بحكي عن رقم، ما دمت بتحدث عن رقم أكثر من 9، معناته في ناس رح يجوا من كتل قائمة، وهذا بحد ذاته سيؤثر على الكتل. واليوم نحكي عن رقم، طبعا 35 إخواننا بالكتل بمبادرة موجودين كرقم 35، لكن يعني أنا قراءتي بعتقد أنه قادرة المبادرة النيابية أن تعمل على كتلة يعني قوامها بحدود 20، يعني تحليلي راح يكون بين 18 و20، هذا الرقم اللي يعني معقول ومعتدل وقد يلتزم فيه بعض الإخوان. يعني في انسحابات من المبادرة كمبادرة؟ 100% ستشهد بداية الدورة العادية. مش انسحابات، عدم الرغبة بتشكيل كتلة. اسمح لي يا سيدي، ستشهد الدورة العادية القادمة إعادة تشكيل لبعض الكتل وتشكيل مبادرة، سيكون هناك خيارات. الآن المبادرة النيابية ليس معيبا أن يتحدث الزملاء على أنه المبادرة النيابية ليس كتلة، نعم ونحن تحدثنا ذلك حتى في جلستنا معهم. المبادرة ليست صفة سياسية مرخصة رسميا ضمن النظام الداخلي للمجلس. جميل. لكن هي تسعى الآن وهذا حقها، يعني تسعى لتكون كتلة. الآن في مجموعة من الإخوان عندما تنشأ الكتلة بالتأكيد راح يرجعوا لكتلهم، في مجموعة راح تنسحب من كتلة وراح تساهم في كتلة مبادرة. فيما يتعلق بأنه الحكومة تضرب عرض الحائط،
يعني أم صخر أختي وعزيزة علي وزميلة فاضلة، ويعني هي جارتي حتى بحارتنا في تحت القبة بنجلس، لها كل التقدير والاحترام، ولكن أنا أعتقد أنه الحكومة لا تستطيع ضرب الحائط أو تجاهل مجلس النواب. يعني أنا بستطيع أن أتحدث عن حالي وعن كتلتي وعن ائتلافي وعن علاقتي مع الحكومة. علاقتي مع الحكومة لليوم علاقة متزنة، أتفق معها في أحيان واختلف معها في أحيان، ولا بجلسة في كتلتي دعوت رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية عندما كانت التحديات الأمنية وحضروا ثلاثتهم مع وزير الإعلام ووزير التنمية السياسية. أنا لست رئيس لجنة حتى أتحدث، ولكن أعتقد أنه هذه مشكلة عند رئيس اللجنة إذا كان الوزير المعني لا يحضر. في ائتلافي دعوت وحضروا الوزراء في كل المناسبات، عندما يعني قبل يومين كنا في مشكلة مع المزارعين واتحاد المزارعين، طلبت من رئيس الوزراء أنه نجلس باجتماع حتى نناقش قضايا المزارعين. خلال 24 ساعة كنت مجتمع أنا ورئيس الوزراء ووزير الزراعة، ووضعنا النقاط على الحروف وقدمنا بعض الحلول للقطاع الزراعي. أنا أرى أن دولة الرئيس يسعى حقيقة، يعني ما أوتي من جهد للتعاون قدر الإمكان، يعني يتقدم ولكن لازلنا في مجلس النواب بحاجة إلى المزيد. يعني نحن نتقدم خطوات كي يتقدم هو خطوة أو خطوتين. يعني أنا أعتقد الحمل الآن الملقى على عاتق الحكومة هو حمل ثقيل. التحديات اللي بتعيشها الدولة الأردنية تحديات كبيرة، هذا بحمل الحكومة أعباء. لكن فيما يتعلق بالمبادرة، أنا يعني لا أريد أن أوجه، حاشا لله، أن أوجه زملائي هم من يعني القامات النيابية المحترمة في المبادرة النيابية، ولكن لو كنت مكانهم وقدمت أنا خطتي وما استجابت الحكومة لمدة شهر أو شهرين، يا سيدي اجلس أنت وحط جدولك الزمني، أنت خطتك، وقول للحكومة أنه أنا هاي مطالبي وهذه المطالب بدي أعطيك أنا لتاريخ 15/7 بدي تحقق لي هذا. هم ل15/8 أعطوهم مهلة شهر لتحديد. اسمح لي يا سيدي الجدول لتنفيذ الموضوع. تفضل. أنا كعضو مجلس نواب أتفق مع الأخت هند بأني لست شريكا في التنفيذ، وهذا ما يؤكد عليه الزميل، وأنا اللي حكيته هذا ما يؤكد عليه. نحن لسنا شركاء في التنفيذ، نحن شركاء في تقديم الاقتراحات، ولكن بالنهاية المسؤول الأول والأخير عن التنفيذ هي السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة. طيب. ورئيس حكومتنا. كويس. الآن هل رئيس الحكومة استجاب لمطالبي أم لم يستجب؟ ما استجابش، في عندي أدواتي الدستورية اللي بستخدمها. أنا بقدر أقدم له الآن طلب وبقول له أنا هاي خطتي اللي أعطيتك إياها، ما دمت أنت خلال الشهر المهلة اللي أعطيتك إياها ما قدمت جدول زمني، هي أنا مضطر أحط لك الجدول الزمني اللي بدي أحاسبك عليه، وبناء على هذا الجدول الزمني أنا لي أدواتي الدستورية اللي أستخدمها، والتي تبدأ من السؤال ومن ثم تتطور إلى استجواب ومن ثم إعادة طرح الثقة إما بوزير أو بوزارة. ولكن هذا اسمح لي في الدورة العادية الثانية القادمة. أرجوك، إحنا بواحد عشرة يعني مش يعني بواحد عشرة نتحدث عن 3 أو 4 شهور. لو بدي أستخدم السؤال والاستجواب ولو بدي أستخدم الحوار مع الحكومة بدي شهرين. يا دكتور خالد، يا بتحكم مع يعني إحنا بنحكي مع الشارع الأردني، بنكون واضحين هناك قرار بتقديم أسماء جديدة لجلالة الملك كرئيس للحكومة الأردنية. من يقدم؟ هذا المبادرة قرار. المبادرة من حقها أن تقترح، ولكنها ليست صاحبة الولاية. أيوة. صاحب الولاية هو مجلس النواب، المبادرة هي جزء من مجلس النواب، لا تستطيع أن تتحدث باسم مجلس يعني النواب. يعني هل قرأت في البيان مثل هذا الحديث؟ هل شفت في التصريحات انه سنعود لمجلس النواب؟ لا انا اسمح لي دكتور خالد، انا خليني بس هذه الجزئيه سيدي الكريم. ها. انا حقي زي حقه، انا راح ارجع لك مباشره ولا اعطيك حقك كنت يعني تبعتهم كمان حق كل كتل. سيدي انا لا انفي ان حق النائب ان يجمع 10 تواقيع ليطرح الثقه بالحكومه ويغير. أوكي. هذا حقه، ولكن أنا أقول تغيير الحكومة وإعطاء أسماء لجلالة الملك لا يعني بأن ذلك قرارا قطعيا فاصلا، يعني ليست المبادرة أو أي كتلة هي صاحبة الولاية لوحدها. أنا كنت أتمنى من إخواني في المبادرة، وكما قلت في جلسات سابقة وحتى لا أكرر نفسي، أن نعود ونتفاعل مع مجلس النواب مع الكتل البرلمانية. لا يجوز أن نخلق أزمة الآن لا مع الحكومة ولا مع غيرها، إحنا مش بصدد خلق أزمات. أنا ممكن أعود في اتفاق أولي كان عبارة عن جلسة عصف ذهني، أدبيا اتفقنا نحن وزملائنا في المبادرة بأننا لن نعود ونبذل ذات الجهد الذي بذلوه في محاور كثيرة إذا اتفق ذلك مع أفكارنا. فدرسنا هذه المحاور ووجدنا أن فيها ما يفيد وفيها ما يمكن أن نتبناه كائتلاف نيابي. اليوم في مثل هذا القرار الذي المبادرة يجب أن لا تبقى وحيدة في هذه المواجهة، إذا الحكومة ما أبدت التعاون اللازم فلتعود المبادرة إلى شركائها. صحيح. مثل الائتلاف الوطني للتغيير ومثل الكتل البرلمانية الأخرى، وخلى تقول إنه إحنا كنواب يجب أن لا يوجه لنا نقد لأننا قدمنا جاهزين. دورنا الدستوري باتجاه الحكومة. طيب. والحكومة عاجزة عن تقديم أي حلول
تكفل والعملية. جميل جدا، أسمع وجهة نظرك مهندس يوسف، تفضل. يا سيدي بالنسبة لموضوع لجزئية الأسماء اللي حضرتك ركزت عليها، يعني جلالة الملك في بدايات الحكومة هاي الحالية في بداية المجلس بشهر 2 يعني هو رغم أنه صلاحياته الدستورية بتسمية رئيس الوزراء إلا أنه طلب من الكتل البرلمانية المختلفة أن تسمي رئيسا للوزراء. طيب، وبالتالي يعني جلالة الملك متقدم علينا في الحقيقة وخصوصا في أوراقه الأربعة على موضوع كيف يفكر في حكومة برلمانية، كيف يفكر في أنه نتقدم بالديمقراطية في مجلس النواب والتعاون أو العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. زي ما بتعرفوا حضراتكم بالديمقراطيات العريقة الحزب الحاكم، الحزب اللي بيأخذ الأغلبية بالانتخابات بيسوي حكومة الأغلبية والأحزاب الأخرى تبقى في المعارضة. هذا غير متأتي، لأنه غير متأتي جينا إحنا في مبادرة قلنا يا عمي بالمناسبة الحزب اللي بيأخذ الأغلبية بيأخذها بناء على برامج في الدول المتقدمة، برامج بيقدمها للشارع بيقدمها للشعب. فجينا قلنا إحنا هلا بنقدم برامج للحكومة وهذا شأن يعني تلبية بسيطة لموضوعة الأغلبية والأقلية. الآن هذا ما زبط، ما زبط الآن لليوم الحكومة. أنا من وجهة نظري اللي حكى الأخ خالد بتفق معه فيه، إنه إحنا ترى إحنا بالاستثنائيات لا في قصة طرح ثقة على حدا برئيس حكومة ولا وارد هذا من ناحية دستورية ولا من ناحية نظام داخلي مجلس النواب. وبالتالي إحنا الآن فعلا ممكن نرجع إلى الكتل النيابية وأول ناس هم الائتلاف الوطن والوسط الإسلامي للحديث معهم ماذا بعد، للحديث ماذا بعد، لنتحدث إحنا عن برامج، نتحدث عن برامج وهم يرون برامجنا أن بها بعض ماذا بعد ضرب الحكومة بعرض الحائط بالبرامج المقدمة لها والحلول المقدمة لها. ماذا بعد؟ لما ماذا بعد؟ الحكومة لا تتجاوب اسمح لي لما الحكومة لا تتجاوب مع الأوراق التي طرحنا. وأنا بدي أقول لك شغلة يا أستاذ محمد، يعني هو مش نهاية الدنيا، مش نهاية الدنيا إنه هالأوراق هاي نوقف عندها. إحنا لسه بنحكي بأوراق كثيرة، نحكي بأوراق كثيرة. يعني هلا كنا نحكي على التمكين السياسي وعلى القوانين السياسية. أنا اللي بقوله ما عندنا مانع بنقدم برنامج زمني زي اقتراح أستاذ خالد، ما عندنا مشكلة بنقدم، بس هو راح نظلنا بنفس القصة. إذا ما الحكومة جلست وقالت إحنا جاهزين للتنفيذ بدها تكون الحكومة بدها تشارك. طيب، بدها تشارك المجلس النواب. وأنتم لا تمارسون الرومانسية السياسية، ماذا بيد مبادرة، ماذا بيد مجلس النواب أن يقدم من جديد في الدورة العادية القادمة؟ سنواصل الحديث في كل هذه المحاور بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام، وحديثنا مستمر حول تصريحات المبادرة النيابية الأخيرة. ومهندس يوسف، هناك سؤال صريح، مدى جدية المبادرة في السير قدما في تصريحاتها اليوم؟ ويعني بعدين العديد ذكر أنه والله مجرد فتيش وتهديد خفيف، يعني ما فيش إشي على أرض الواقع يمكن أن يفعل أو يمكن أن تقدم المبادرة. هذا واحد. اثنين، هل فعلا الأعضاء المبادرة 35 ذكرتم متفقون 35 على تصريحات الدكتور مصطفى الحمارني؟ هناك من خرج بتصريحات تناقض تماما ما ورد على لسان الدكتور مصطفى. أولا جدية مبادرة بتبين من كل اللي سوته لحد الآن العشرة أشهر، نحن جديين في كل اللي بنشتغله. اثنين، موضوع العلاقة مع الحكومة، احنا الخبر الصحفي أنا قلت لك تقرأ لو سمحت، احنا اجتمعنا كمكتب تنفيذي واجتمعنا كهيئة عامة لمبادرة وطلعنا بهذا الخبر الصحفي اللي بيعبر عن وجهة نظر مبادرة بدقة. موضوع ايش يعني اللي بدنا نسويه، احنا جدين ولا فتيشة؟ مش هيك القصة. القصة بكل بساطة احنا نرى اننا بذلنا جهدا، جهدا محترما لمصلحة الدولة ولمصلحة المواطن. وبالتالي إن كانت الحكومة في هذا الماراثون اللي قعدنا احنا وياها فيه بهالعشرة أشهر مقتنعة بهذا الطرح اللي سويناه والجهد اللي سويناه، ليش ما
تبادر وتعطينا خطة تنفيذية أكشن بلان مع توقيت زمني. هلا إنها مش ماخذة هذا جد. إحنا ما إحنا من النوع اللي مش ثأريين بالمناسبة. إحنا مش ثأريين. إحنا لازلنا بنقول إنه بتقعد الحكومة معانا بتعطينا كيف بدها تنفذ، عندها أي اقتراحات إحنا جاهزين للتحاور معاها. موضوع الأسماء وما الأسماء هذا حقنا، كنا نحكي قبل الفاصل حق بيكون للنواب لاحقا إذا كان في حديث بالدورة العادية الثانية القادمة على موضوعات بتخص الحكومة، مع أنه الحكومة الحالية، مع أنه لحد الآن ما هذا مش مطروح، مش مطروح بالساحة السياسية، وهو من صلاحية جلالة الملك. فبالتالي الجدية المبادرة، هل المبادرة 35 متفقين وراضون ويقبلون تصريحات الدكتور مصطفى حمرني؟ طبعا ما صار عليها إشي، يعني إيش وين من المشكلة؟ ما صار عليها إشي؟ ما صار عليها، ما في ورا تصريح من 35 ناقض تصريحات الدكتور مصطفى؟ يعني في تصريح للأخ عاطف قعوار، طيب هو تصريح حسن نوايا بالمناسبة زي ما أنا بحكي قاعد بنفس الإشي اللي بحكي أنا، إنه إحنا جاهزين للجلسة للجلوس والتحاور. طيب. هو عبارة أخي محمد، إحنا من النوع الواقعيين. إحنا ما بندور على، أنا بقول لك إحنا مش تقريين، ما بندور على إنه لما بنقول إن نطرح أسماء إنه بنقول باي باي للحكومة. إحنا بنقول لا، ما نعم للحكومة، أهلا وسهلا بالحكومة إذا ما أخذت ببرامجنا وتحاورت معنا، معنا ومع غيرنا بالمناسبة. ومعالي أبو هايل موافق على كل ما ورد. هايو اقرأ الخبر الصحفي معك عليه معالي أبو هايل، هذا موقع عليه. اقرأ هايو هايو سعد هايل سوري اقرأ انت، من صرت معطيك هذا الضربة. طيب. مرات طيب يعني انت طيب. دكتور خالد، المبادرة صف واحد أمام هذا القرار واحد، رغم إنه في أعضاء منهم من الكتل النيابية ما رجعوا لكم في هذا الموضوع، أكيد إذا رجعوا لكم قولوا لنا عشان نكون عارفين إحنا كإعلام. هذا واحد. اثنين، هل ترى جدية من المبادرة في تنفيذ قرارها؟ لأنه ما بدي قرار، لا قرار. أنت قول أنت شو بدك تسميه؟ أنا متأكد مش راضي أسميه. هيو إيش أسميه؟ هيو أنت مركز على تصريح الدكتور مصطفى عمان أستاذ محمد. أنت مركز في الحلقة على تصريح الدكتور مصطفى عمان. طيب أنا مشان خلينا مشان أنا أعمل لك مسمى أخوي. أيوة. خلينا ما نسمي أنت. أنا اللي بقول لك هي كالتالي، اجتمعنا مكتب تنفيذي واجتمعنا كهيئة عامة قرار اجتماع، وطلعنا وخرجنا ببيان صحفي واضح نهايته بتبين، نهايته واضحة شو بتحكي حرفيا. المبادرة تعيد النظر في الشراكة مع الحكومة. إعادة النظر في الشراكة مع الحكومة. هل ترى جدية في إعادة النظر في الشراكة مع الحكومة؟ نعم إذا ما جتش قعدت معانا طبعا. ماشي. يعني أولا تحدثت عن طرح أسماء. أولا يعني قضية طرح الأسماء، مجلس النواب لم يطلب منه أن يقدم أسماء، ولذلك يعني إذا كانت إذا كان القياس على حكومة الدكتور عبد الله نسور فكان طلب من جلالة الملك أن يجري حوارا، أن لديه صلاحية دستورية وأراد أن يمارس تمرينا بالذخيرة الحية على أرض الواقع مع البرلمانيين، كيف يكون مجلس النواب قادرا على تسمية رئيس الوزراء، وكيف يستطيع أن يخلق شراكة حقيقية مع حكومة يسميها أو يساهم في تسميتها لجلالة الملك. ولذلك لم يطلب منا في هذه المرة. فأنا أعتقد أخوي أبو أحمد يعني هاي قضية طرح الأسماء خلونا منها. يعني ما بقول لك أنا راجع عليها سؤال ثاني، معلش مش مطلوبة، هلا نرجع له فيها سؤال ثاني. أنا قضية المبادرة صف واحد لا، يعني أنا أعتقد أخوي أبو أحمد يعني، وأنا يعني من اختلفت أنا وياك قبل هالمرة بهذه الحلقة، خلينا يعني نتحدث بصراحة. الجفاء مع الحكومة قد يؤثر سلبا على تماسك المبادرة، وقد يؤذي المبادرة، ولذلك يعني أنا أعتقد أنه الجفاء مش مطلوب. أنا اليوم صحيح بنحكي عن تصريح الأخ عاطف وهذا هو اللي طلع تصريح إعلامي، لكن أيضا في هناك زملاء في المبادرة تحدثنا معهم وأكدوا لنا أنه يعني إحنا هذا يعني هذه العجلة من أمرنا مش مطلوبة، مش مطلوبة. أنا أعتقد أنه إحنا يعني تلمس أن هناك وجهات نظر داخل المبادرة تختلف مع التصريح. يعني خلينا نسأل كالتالي، بقيت الحكومة على موقفها والمبادرة بقيت في حالة الجفاء وليس القرار مع الحكومة والابتعاد عن التشاركية. طيب ما الذي يمكن أن تعمل المبادرة باستثناء أن تمارس حق الدستوري؟ وليس في شيء ثاني حق دستوري بواحد عشرة. هل المبادرة كفيلة بأن يعني تأخذ موافقة كافة أعضائها على استخدام حقها الدستوري بحجم الثقة الحكومة من عدمه؟ هل قادرة المبادرة على أن تستخدم حقها الدستوري؟ أنا أتساءل، ولذلك أنا يعني نسمع أنا بدي أريحه من الجواب. لا لا ليش تريحني؟ ما دمنا نتحدث عن زملاء ملتزمين في كتل، فأصلا إذا كانت الكتل نفسها غير ملتزمة بالمطلق
بما يتعلق بالثقة من الحكومة أو من عدمها. فكيف تلتزم المبادرة؟ أعتقد أن ذلك سيكون من الصعب. والخلاف اليوم يعني أنا مرة أخرى أدعو إلى الحوار والجلوس إلى طاولة الحوار مرة أخرى على المبادرة. أن يعني لا أريد أن أقول يعني تعترف أو تتسرع لا سمح الله، أنا لا أكيل أي اتهام، بالعكس هي مؤسسة برلمانية نحترمها ونقدرها، ولكن أعتقد أنه علينا أن لا نتسرع في خلق حالة الجفاء مع الحكومة في هذا الزمن بهذا التوقيت بالذات. طيب. نحن بحاجة إلى مزيد من الحوار، مزيد من التوافق، مزيد من طرح الأفكار. وبعدين يعني أنا قدمت أوراق عمل فيها أشياء كثير ثمينة، يعني خليني أشوف لعل وعسى. أنا اللي فهمته من أخي مصطفى والمجموعة اللي حضروا معنا باللقاء أن قوانين الإصلاح هي ذات أولوية عند المبادرة النيابية. صحيح. وهي ذات أولوية عند الائتلاف الوطني. طيب. أيضا. طيب. طيب ما دامت ذات أولوية، طب إذن هاي الحكومة مقدمة مشروع قانون أحزاب، إذن قاعدة بتبادر. طيب. هي مقدمة قانون بلديات، إذن تبادر. واضح. يعني فخليني أنا أعمل بجدول زمني مع الحكومة أطول بالي على الحكومة قصدك يعني. أطول يعني مش أطول، أنا إذا كنت أنا شريك يعني لا يجوز إنه أنا أنتظرك وعند أول حالة يعني تقصير اعتبرها أو حالة يعني إخفاء لو أجي أعلن الجفاء واروح. طيب. لاقصى من الصعب على مبادرة ان تتماسك في حال قررت ان تسير قدما في الجفاء مع الحكومة. هلا ومن الصعب يعني بعدين هل عندكم فعلا ممكن تستخدموا حقكم الدستوري هسه احنا بنحكي ضايل لواحد عشرة ثلاث شهور اذا مش اكثر، ثلاث اربع شهور، احنا اربع شهور 6 و7 و8 و9 و11. طيب. هلا واحنا في نفس الوقت نشتغل على انه نصير كتلة، وفي نفس الوقت من المعروف انه الكتل اللي موجودة حاليا معروف إلنا كنواب وللإعلام انه الكتل الحالية رح يصيبها حالة إعادة تموضع سواء مع مبادرة او غير مبادرة او هذا انسحاب من الكتلة سين بروح على الكتلة صاد حتى لو مش مبادرة، حتى لو ما رحش على مبادرة. فبالتالي عنا لسه واحد عشرة مطول، اثنين احنا عم نسوي كتلة، ثلاثة اعادة تموضع في الكتل النيابية مختلفة حق لهم، وبالتالي راح نشوف في الدورة على ذكر الحق الدستوري في الدورة العادية الثانية القادمة شكل اخر من يختلف عن الكتل الحالية اللي انتم الان شايفينها اللي هي تسع كتل حالية، وبالتالي هذا راح يؤدي إلى المباحثات بين مبادرة النيابية ومثلا ائتلاف وطن ووسط أو أي كتلة أخرى نحو إيش؟ تسمح لي نحو إيش لو سمحت لي. تفضل. نحو إيش على موضوع الجفاء، نحو ما هو أربعة أشهر بتحكي. طيب. أربعة أشهر، خلال أربعة أشهر إحنا قد يجد جديد في العلاقة مع الحكومة. أنا بأكد مرة أخرى وعلى ما قاله الأخ خالد انه احنا جاهزين، واخونا عاطف حكاها في الرأي الصفحة اليوم، احنا جاهزين للجلوس على الطاولة. طيب. لسنا ثأرين، لسنا مناكفين. واضح. هلا عشان ما نكرر نفسنا مهندس يوسف، انا وقتي بينتهي بس ما ادى اشي. طيب. لو سمحت ما ادى لا اشي. لا لا واحد عشرة هذا شأن اخر في حديثه في حينه، في حينه لكن الموضوع اسمح لي كل التعليقات اللي تتبعت عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او تويتر اللي توصلنا الان كلها تتحدث عن فقدان الثقة في مجلس النواب بقدرته على طرح الثقة في الحكومة، والدليل وبدي أستخدم عبارة استخدمها دكتور خالد التمرين بالرصاص الحي، التمرين الحي اللي استخدمته في موضوع السفير الإسرائيلي. والسؤال الثاني اللي بوجهه لك يا من هي الأسماء اللي أنتوا حددتوها أو ما حددنا. قد تطرحوها ما حددنا. أو ناويين تحددوها ما حددنا ما حددتوا أسماء حددنا. ما في أسماء مطلقة ولا تداولنا أسماء ولا تداولتوا مواصفات الأشخاص لا لا, لا. ولا إشي. طيب الثقة وطرح الثقة، لا ثقة في قدرتكم على طرح الثقة إمتى؟ في كل ما مضى على أقل تخمين في القادم إذا أنتوا قررتوا تطرحوا الثقة إذا لم تسر الحكومة معكم إذا استمر الجفاء يا سيدي إحنا الحكومة. متصالحين مع نفسنا كويس، إحنا كنا مع الحكومة لأننا متشاركين مع الحكومة، واضحين إحنا شو بنحكي. ألا وفي يوم الأيام وإحنا نشتغل وصمنا بأننا بصيمة، وصمنا بأن إحنا جماعة كيري ولا بشكيري، وصمنا بأنه إحنا بندور على الوطن البديل، وصمنا بأوصام للأسف الشديد لا علاقة لها بشغلنا الشاغل نحو مصلحة الدولة والمواطن في برامج بتهم كل المعنيين والنخب السياسية.
وبالتالي احنا ليش متصالحين مع حالنا؟ احنا قلنا ولا زلنا نقول الحكومة احسنت فنحن واياها في مركب واحد، الحكومة اخطأت احنا وياها مش مركب واحد. طيب. هذا حقنا الدستوري يا استاذ محمد. واضح. يعني ما حد بيقدر اطلاقا ينزع حقنا الدستوري على الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية، نيابي ملكي وراثي، هذا حقنا الدستوري. طيب دكتور خالد، لا ثقة في ان اصلا كل مجلس النواب مش مبادرة نيابية فقط قد تطرح الثقة في الحكومة او قادر على سحب الثقة من الحكومة؟ صحيح. هذا رأي الشعر. صحيح؟ صحيح. طيب ما النتيجة يعني؟ النتيجة أنه لليوم إحنا ما نضجت عندنا التجربة السياسية بالمطلق حتى نقول والله إحنا قادرين على إسقاط حكومة في مجلس النواب، وكان هناك يعني أكثر من حدث. لا زال لليوم ما أتقن مجلس النواب فن التعامل مع سلاح طرح الثقة في الحكومة، لم يحسن ذلك، ولذلك كان دائما نتيجته الفشل. أنا يعني اللي بدي أقوله مشان ما نذهبش كثير للحدود البعيدة، اليوم يعني أنا كنت أتأمل مثلا كمشاهد وك يعني واحد من هالبرلمانيين في مجلس النواب أنه تطلع مبادرة نيابية وتقول لي مثلا قديش الخطة الاقتصادية العشرية مثلا تضمنت من مطالبهم برنامجهم واتفقوا مع الحكومة أو لا فيها، مثلا خطة الإصلاح السياسي ما قدموا خطة اقتصادية. اسمح لي، تم تقديمها والآن رسالة فقط ما قدموا، اللجنة الآن شغالة سيدي وحددت الملامح الرئيسية. خطة الإصلاح السياسي، وما دمنا نتحدث عن مشاريع قوانين إصلاح سياسي، ثلاثة أولويات المرحلة، خلينا نحدد مع بعض شو الأولويات ونشوف الحكومة ماشي فيها ولا لا. أنا تحليلي وكزميل أحترم إخواني، بعجالة أرجوك أنه معي أقل من دقيقة، أحترم إخواني في المبادرة. لا يعقل أنه أنتوا كنتوا شركاء مع الحكومة لما كانت الحكومة لعنة أبو فاطس الشارع، ولما كانت كل قراراتها بتهلك الشارع كنتوا شركاء. اليوم الحكومة بعد ما اتخذت كل هالقرارات وقاعد شوية بدها تعمل شوية إصلاح سياسي، معقول يعني اليوم نجافيها؟ لو كان الجفاء مفيد كنا جافيناها في تلك الأيام مش اليوم. ولذلك أنا أعتقد أنه علينا، وأؤكد على أنك أنت تتقبل هذا الأمر أخي أبو أحمد، وأن تضغط أيضا على زملائك أن يتقبلوا هذا الأمر، وأن نعود ونجلس مع الحكومة ونحدد الأولويات مرة أخرى، وإذا لم تكن الحكومة قادرة على تقديم جدول زمني فلنتقدم نحن بجدول زمني، وإحنا مستعدين أيضا. إحنا مدينا إيدينا حقيقة لإخواننا في المبادرة النيابية، ومدينا أيضا فتحنا على إخواننا في مبادرة زمزم أيضا السياسية والنهضوية. طيب. ونتأمل أنه نكون أيضا منفتحين على كل القوى السياسية في الأردن، لكن هدفنا الرئيسي إحنا باختصار شديد يعني الحقيقة ما خضنا بالتفاصيل اللي بيحكي فيها الأخ يوسف. إحنا عطينا عناوين، احنا بنحكي عن قلنا بدنا قانون، بدنا قانون خالد. اسمح لي، قلنا طيب. بدنا قانون انا دكتور خالد وقت بدنا قانون أرجوك. بلديات بدنا قوانين اصلاح وقوانين حريات يعني، هذا اللي بيهمنا خلال المرحله القادمه. بالتاكيد في نبض البلد سنفتح كل هذه الملفات ونبحث فيما لدى مجلس النواب وما لدى النواب في هذه الملفات جميعا، لكن اعذرني اليوم نتحدث في سياق الموضوع وهو التصريحات الاخيره اللي اثارت جدل. انا بدي اشكركم كل الشكر، وقتي انتهى، شكرا جزيلا لكم، شرفتموني بحضوركم. الى هنا نكون قد وصلنا لنهايه حلقة الليلة من نبض البلد، اللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد. رؤيا كانت ولا تزال، واستبقى دائما معكم منكم وإليكم، تصبحون على ألف خير.